مصدر قبلي لمراسل الجزيرة إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 15 آخرين في منطقة ذرخان بهمدان شمال العاصمة صنعاء. وأضاف المصدر أن القتلى هم 5 من مسلحي الحوثيين و3 من مسلحي القبائل سقطوا في اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة في المنطقة. وينضم الآن إلينا للمزيد من صنعاء مراسلنا حمدي البكاري. حمدي، كيف يفسر اندلاع المواجهات من جديد؟ تعددت الروايات ليلى بين من يقول أن هناك تقطع كان في المنطقة وبالتالي حدث أن الحوثيين كانوا يتجولون في المنطقة وأرادوا إزالة هذا التقطع، مما أدى إلى أن يقول هؤلاء الذين كانوا يتقطعون لأناس آخرين بأن وجود الحوثيين هناك يبدو غير مرحب به، ومن هنا اندلعت الاشتباكات. الحوثيون لهم رواية مختلفة تحديدا وعبر وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي، يتهمون أشخاص في التجمع اليمني للإصلاح بنصب كمين لأنصارهم هناك، لكن الإصلاح تحديدا التزم الصمت وقال أن الحوثيين يريدون أن يقودون المنطقة وهذه المناطق إلى حرب. الإصلاح قال في أكثر من مشهد بأنه لن يقبل مثل هذه المراهنة أو مثل هذه المنازلة، وأن الدولة عليها أن تقوم بواجبها، وأن ما يجري الآن كما قرأت تصريح لكثير من قيادات الإصلاح، ما يجري الآن في همدان هو صراع بين رجال القبائل وجماعة الحوثي. طبعا صراع 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 نعم، إذا سمحت لي يعني حمدي، في مرحلة جدا حرجة في مسار العملية السياسية، كيف يمكن أن يؤثر هذا على العملية السياسية في هذه المرحلة؟ بالتأكيد سيؤثر، لأن كثير من حتى ببعض العناصر التابعة للإصلاح وبعض رجال القبائل يقولون أن الحوثيين يريدون السيطرة على هذه المناطق. هذه المناطق بطبيعة الحال هي قريبة من العاصمة صنعاء، حوالي 20 كيلومتر، بعد أن هدأت المعارك في أكثر من جهة في عمران وربما الجوف إلى حد ما اندلعت هذه المعركة هناك لمحاولة ربما فتح فصل جديد من المواجهات والحاجة إلى وساطة. على المستوى السياسي بطبيعة الحال بقاء مثل هذه المناطق في بؤر متوترة ستؤثر بلا شك على العملية السياسية وربما على المضي قدما. الحوثيون طرف أساسي في العملية السياسية، وكذلك الأطراف الأخرى الموجودة هناك والتي حتى يتهمها الحوثيون بمواجهتها أو بمقاومة التطلعات. تقول هذه الجماعات ربما بأن هناك تطلعات للحوثيين بالوصول إلى مناطق أخرى جديدة. هذا المشهد العسكري الساخن إلى حد ما خلال ال3 أيام الماضية يؤثر بلا شك على أداء العملية السياسية، وربما إذا لم تنجح الوساطة التي من المتوقع أن تتوجه مجددا إلى هناك قد نكون أمام مجال جديد من المعارك المستعرة حول العاصمة صنعاء وكذلك في مناطق أخرى خاصة في شمال الشمال. شكرا جزيلا لك.